من جديد صباح الخير للجميع. فقرة مسك الختام لهذا اليوم رح نحكي فيه عن جمعية نشميات إربد، والآن عم بطلقوا مبادرة لها علاقة بالتكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك. رح نتعرف على تفاصيلها من كل من لينا وحشي. صباح الخير يا لينا، أهلا وسهلا فيكي. رهف الأبطح، أهلا وسهلا يا رهف. ونسيم الخالدي، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. لينا احكي لنا شوي عن نشميات إربد وعن هالمبادرات الحلوة اللي عم تطلقوها. جمعية خيرية هي، تأسسنا بال 2014 بشهر 5. لساتكم جداد؟ لساتنا جداد، بس بالفترة هاي الحمد لله حققنا إشي كتير منيح. برافو. طبعاً عملنا حفلة إشهار جمعية، رعانا إياها دكتور عساف الشوبكي. عملنا حفلة لأطفال الشلل الدماغي بيوم الشلل، رعانا إياها النائب سمير عويس. عملنا حفلة بعيد الأم ورعتنا إياها الدكتورة رولا الحروب. عملنا يوم طبي مجاني استفاد منه تقريباً 200 عائلة. وأنشطتنا ما زالت مستمرة، وفي شغلات عندنا وأفكار كتير حلوة. يعني جداد بس نشيطين ما شاء الله، في أكثر من فعالية. يمكن لأنه الفئة اللي إحنا فيها هي فئة الشباب، يعني في معنا لسه هلأ طلاب، يعني لسه السنافر رجال. أنتوا شابات، معنى هيك إنه فيش غير صبايا رهف معاكم؟ بالضبط. بس صبايا لحالكم؟ إحنا لأنه اسم جمعيتنا نشميات إربد. نشميات إربد. ما بتدخل. ما في نشميين إربد. طيب احكي لنا عن ال هلا المبادرة الجديدة. هلا ان شاء الله احنا عاملين برمضان افطار لكل الايتام ان شاء الله. عن طريق المطاعم، وعملنا حملات رمضانية، وعندنا طرود خير ان شاء الله. على خير ورمضان كريم ان شاء الله يا ربي على الكل ان شاء الله. انا سعيدة انه في صبايا بعمركم عم بلتفتوا للناس البسطة اللي بحاجة لمساعدة. شو طبيعة المساعدات نسيم اللي بتحاولوا انه تجمعوها بشهر رمضان؟ يعني ممكن مواد تموينية، ممكن يعني اي شيء ممكن يصح انه يساعد فيه الناس، من ملابس، من صبات. ملابس خصوصا انتم عاملين شيء لكسوة العيد كمان. اكيد طبعا. افطارات برمضان، مواد تموينية، طرود الخير، يعني اي شيء ممكن. في كمان ناس بنقدر ندفع عنهم اجارات البيوت، الكهرباء، المي. اي شيء بنقدر نساعد فيه الناس بنعمل بكل يعني. احنا معنا كمان مبادرة، عندنا حملة رمضانية اسمها رمضان غير مع اهل الخير. داخلين معنا مبادرة اسمها مبادرة عزكم. هلا احنا حلو التشبيك بينكم بين بعض يعني. وعندنا لجان شبابيه كثير، وعندنا مؤسسات داخله معنا كمان. هلا احنا والمبادره ان شاء الله قاعدين بنشتغل لتفطير تقريبا 300 عائله برمضان. عندنا افطارات يوميه. عندنا طرود خير لحد الان صرنا موزعين 100 طرد، وقاعدين بنكمل ان شاء الله. والله برافو. الحمد لله. يعني ورا هالوجوه الحلوه هاي ما بنحس انه في شغل هالقد متعب، بس واضح انكم عم تشتغلوا كثير. عم نشتغلوا ان شاء الله. رهف، كيف عم بتدوروا على العائلات المحتاجه؟ يعني مين اللي بدلكم عليها بالعاده؟ هل تلجأوا لوزاره التنميه بإربد؟ لوزاره التنميه اكيد اكيد. هلا احنا عندنا وزاره التنميه هي الطبقه الرئيسيه لهذا الشيء، انه تعطينا الاسماء ونروح كشف للبيوت على هذا الشيء. يعني في عندك كثير ناس انه مثلا بتحكي لك انا بحاجه وانا بحاجه انت بتعرفي، وما غشيم عن هذا الشيء. لسه كنا مستضيفين احمد ملحم. كان عم بيحكي عن التسول. بالضبط. في ناس مش محتاجه، في ناس بالزبط. فعلا يعني عم نعطي الصدقه لناس لا تستحقها، بالمقابل في ناس عن طريق صبايا مثلكم مثلا بيحتاجوا لهي المساعده. حتى من ناحيه الطرود الخيريه مثلا، احنا مثل ما تشرفت الانسه هي مديره رئيسه الجمعيه لينا وحشه. الكينج تبعنا. احنا لما رحنا وزعنا الطرود، يعني انت بتعرف فيها لا اي ختيار بتقول لك يا خالتي الله يوفقك الله يخليكي بس هالكيس. احنا بدنا نتوجه للناس، بدنا نتوجه للناس. كيف ممكن يتواصلوا الناس المشاهدين معاكم؟ في صفحه معينه؟ في صفحه نشميات إربد على الفيسبوك. على الفيسبوك بالعربي بالانجليزي؟ بالشات. بالانجليزي. نشميات نشميات بالانجليزي. نشميات إربد. بتمنى لكم كل الخير والتوفيق. رمضان كريم عليكم. علينا وعليك يا رب. شكرا لكم لهالايادي البيضاء اللي عم بتمدوها. كل عام وانتم بخير. شكرا حبيبتي وانت بخير. يسلم كثير. واحنا اعزائي يعني مع هالوجوه الطيبه واكيد بهالمبادرات الخيره ناتي الى ختام لقائنا معكم غدا رمضان. بتمنى ان شاء الله يكون يوم خير وشهر خير على الجميع يا رب، وربنا يتقبل طاعات الجميع يا رب، يكون شهر فرج وخير وسعادة وبركة وجمعات خير على الكل.